امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبتس 2022، وده أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في شمال أفريقيا والبحر المتوسط. المؤتمر كان فيه مشاركة دولية كبيرة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية. على هامش فعاليات معرض ايجيبتس 2022، شهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح جلسة حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة. تكلم سيادة الرئيس عن التجربة التنموية في مصر وقال صرفنا 400 مليار دولار خلال 7 سنوات عشان نوصل لحالة الرضا عند المواطن في مصر. إذن عشان نتكلم على أفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، انت سالت سؤال مهم قوي في الاخر، قلت انت بتتوقع او تتمنى المؤتمر يخرج بايه، فهو قال انا بضيف بقول قرارات موضوعيه متوازنه وعادله حتى لا يدفع الافارقه مرتين فاتوره الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنيه الاساسيه للقاره الافريقيه عشان تتعمل، وانا هنا بتكلم عن تجربه مصريه خالصه خلال ال7 سنين اللي فاتوا، عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة، بس هو شاف ده على الواقع قدامه ونتائجه إيه. كمان السيد الرئيس اتكلم عن أن القارة الإفريقية بتعاني من العديد من المشاكل في مجال الطاقة وبتحتاج لتطوير واستثمارات ضخمة. إذن إحنا مع أشقائنا في إفريقيا، وأرجو أن شركات البترول اللي موجودة معانا والغاز اللي موجودة معانا توصل صوتنا كمان من دلوقتي وتتحدث باسمنا لأسباب إنسانية ولأسباب أخلاقية ولأسباب اقتصادية. احنا بنتكلم بنقول النهاردة ان اكتر من 50 دولة افريقية تفتكر ان هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة خلال 20-30 سنة القادمة. ده ارجو تتابعوا عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا إن إحنا ننظر لإفريقيا مش فقط من إن إحنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا، إحنا المفروض إن إحنا بقول تاني لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية. حد يقول لي اقتصادية إنك أنت تدعم تقوي قدرة القارة الإفريقية، أقولك أيوة، أنت هتحول سوق إفريقي في مليار خلال 20-30 سنة القادمين حاصل إلى 1.5 مليار، 1.5 مليار من أكبر القارات، هتبقى من أكبر القارات اللي فيها نسبة السكان بعد آسيا. أنت هتحولهم إلى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. إحنا سوق صحيح، بس سوقنا مش غني، لأن إحنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة. فأنا النهاردة لو أنا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي إيه؟ يساوي المال. طب أنت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في أرضي، بعد أنت يعني ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللي فاتوا وتغنيت أنت، وأنا زي ما أنا زي ما أنا مين يعني؟ أنا الدول الأفريقية، أنا زي ما أنا فقير. لما جت ان يبقى في فرصه عندي بتقول لي لا ما تطلعش بقى. طب ما تطلعش ايه؟ لا، عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده، اذا الغني يطلع يدي الفقير. الرئيس كمان استقبل امبارح جون كريسمان رئيس مجلس اداره شركه اباتشي الامريكيه المتخصصه في مجال بحث واستكشاف البترول، واكد سياده الرئيس تقدير مصر لحجم انشطه واستثمارات الشركه في مصر واللي بتسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والانتاج للغاز والبترول.
كمان امبارح السيد الرئيس استقبل برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي واللي بتعد من أكبر منتجي النفط في مصر، ووجه سيادته بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الشركة والاستمرار في تعزيز جهود اكتشافات وإنتاج البترول في مصر. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة كما تفقد سيادته المعرض المقام بهذه المناسبة. اهلا بحضرتك فخامه الرئيس في معرض ايجيبس في نسخته الخامسه، واهلا بحضرتك في الجناح الخاص بوزاره البترول والثروه المعدنيه اللي بنستعرض فيه اهم قصص النجاح اللي حصلت في الوزاره، واللي من ضمنها مركز القياده الاستراتيجي لقطاع البترول في العاصمه الاداريه. من سنتين وفي نفس المكان زمايلي عرضوا على حضرتك ملامح برنامج التاهيل اللي بيتم لشباب القطاع، ساعتها كانوا لسه في بدايه التجربه. دلوقتي حابين نشارك مع حضرتك بعض الخبرات اللي مرينا بيها والتجارب اللي اكتسبناها. صراحه البرنامج كله غير مفهومنا عن منظومة الطاقة، وخلانا نفكر ازاي نقدر نعزز دور وزارة البترول في تحقيق التوازن بين الاستدامة وتلبية احتياجات الطاقة. اللي احنا تعلمناه جات لنا الفرصة نطبقه على أرض الواقع من خلال زيادة اعتماد شركاتنا علينا وثقتهم فينا في قدرتنا على القيادة واتخاذ القرار، وكمان من خلال مشاركتنا كشباب في منتزه غاز شرق المتوسط. برحب بحضرتك مرة تانية، أنا محمد حازم شركة MP. تكملة على كلام عبير، منتدى غاز شرق المتوسط والانطلاق كان نتيجة مباشرة للجهود والمبادرات المصرية للاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة. ده أدى لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة كمقر ليه، واللي بالنسبة لينا كشباب كان مصدر فخر كبير وتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وجود المقر في القاهرة إدانا الفرصة كشباب إن احنا نكون من ضمن مجموعات عمل من دول مختلفة لدراسة إزاي نقدر نستفيد من البنية الأساسية الموجودة في دول المنتدى، وكمان المشاركة في وضع استراتيجية عمل طويلة الأجل، واللي من أهم أجزائها التركيز على موضوعات زي تحول الطاقة، الحد من الانبعاثات، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف. دي من أهم الموضوعات اللي إيجيبس هيركز عليها السنة دي للاستفادة من الخبرات العالمية اللي موجودة معنا، وكمان تمهيد لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمية السنة دي إن شاء الله من شرم الشيخ. اخر حاجه نحب نشاركها مع حضرتك ان احنا فخورين بالثقه والدعم اللي احنا اخذناهم، ومسيره التدريب مكمله في الدفعه الثانيه من البرنامج، واللي هي استمراريه لتوجيهات حضرتك باستخدام طاقتنا كشباب. نتمنى نكون عند حسن الظن. بنشكر حضرتك على تشريفك لينا، وبنشكر المهندس طارق على اهتمامه بينا وعلى ان هو اتاح لنا الفرصه ونقف قدام فخامه الرئيس ونعرض تجربتنا. شكرا جزيلا. الإقليمي لشركة شلومبرجي الشرق الأوسط. احنا السنة دي إن شاء الله بنحتفل ب 85 سنة استثمارات في مصر. طبعا بنحتفل بشركات البترول بتاعتنا، يعني ذراع تنفيذي لشركات إنيو بي بي وشركة شكرا. وأكيد البحر الأحمر كان شريف، المهندس شريف المدير. مهندس شريف أيوه، مدير عام شلومبرجي يا فندم. احنا بس ثاني برضه ابتدينا نمسك السايز من البحر الأحمر، ثلاثي الأبعاد إن شاء الله يخلص في شهر مارس. بعد كده تحليل بيانات على اخر السنه ويبتدي جاهز المزايده بتاعه الوزاره ان شاء الله. استثمارات كليه 150 مليون دولار ما بين خليج السويس وما بين البحر الاحمر، ان شاء الله على اخر السنه نخلصه ويبقى جاهز للحفر ان شاء الله. شكرا. العفو، تشرفنا بالطرف. حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. أنواع حياتك تكنولوجي جديدة تستعملها مادونا واعدين عندنا في الشركة منها، هتشرح حياتك يعني سريعا عن كده. اهلا وسهلا بحضرتك. اشتغلت على تنميه حقول غرب الدلتا، حضرتك طبعا سمعت عنها. احنا هنعرض لسيادتك تكنولوجيا اول مره يتم تطبيقها في البحر المتوسط، وهيكون من خلال شركه بي بي. هي تكنولوجيا للمسح السيزمي من خلال قاع البحر اوشن باتم نود، ودي باختلافها عن الطريقه التقليديه للمسح السيزمي اللي بيكون من فوق سطح البحر. بتساعدنا على اننا نحدد بشكل أدق مواصفات ومكان خزان الغاز، وبالتالي اختيار أحسن أماكن الأبار الجديدة. على سبيل المثال احنا هنطبق التكنولوجيا دي في حقل أتول في إبريل الجاي ده إن شاء الله،
وزي ما ذكرت لسيادتك اللي احنا هنستخدم التكنولوجيا عشان نحدد افضل اماكن الابار الجديده، فدي هتساعدنا في اللي احنا ننتج بشكل اسرع. التكنولوجيا في الاتول هيتم تطبيق المسح من 900 متر وبتكلفه 50 مليون دولار. حقل اتول حاليا بينتج اكتر من 300 مليون قدم مكعب من الغاز و10000 برميل من يوميا من المكثفات. وطبعا يعني حسب نتيجه المسح بس متوقع ان الستادي دي تساعدنا اللي احنا نزود الاحتياطي من 1-2 تريليون قدم مكعب من الغاز. شرفنا جدا جاي حضراتكم النهارده وان شاء الله خير، فيشرفنا جدا يعني زياره حضرتك. وشغالين في ال95 يعني دلوقتي تقريبا 20% مبيعاتنا 95، شغالين في السي ان جي، شغالين تقريبا بنعمل 50 محطه بشغالين، واجدني يعني ان شاء الله يبقى 120 سنه كمان. واحنا داعمين تماما يعني. ربنا يخليك يا فندم، واحنا حاسين بالدعم ده جدا يعني، وبشكر حضرتك جدا. سيادة الرئيس حضرتك شرفتنا، أنا رئيس شركة بيكري يوز في مصر. بيكري يوز شركة عالمية وفي نفس الوقت مصرية، احنا برضو بقالنا أكتر من 100 سنة في مصر. احنا كان لينا الفخر ان احنا نشتغل في مشروع زهر، في حفر أبار زهر وتنمية البنية التحتية. احنا بنشتغل على برضو مع برؤية معالي وزير البترول على برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وفي تطور في البرنامج ده. احنا برضو شركة عندنا حلول للتحول الطاقي والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، واحنا شغالين على مبادرات في المجال ده، وان شاء الله هنشترك السنة دي في مؤتمر المناخ شرم الشيخ كوب 27 بالتعاون مع وزارة البترول. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريسمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث وإنتاج البترول. السيد الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعياً لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. نروح مع حضراتكم لخبر آخر، وهو متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امبارح للخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية. رئيس الوزراء قال إن تنفيذ المجمعات دي هدفها هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وقال كمان إن في توجيهات من السيد الرئيس بالإسراع في تنفيذ باقي المجمعات في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع امبارح جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في المخالفات، وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بتعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات اللي بتواجه تطبيق المنظومة، وبهدف طبعا إسراع الخطى في هذا الملف. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق اللي بتنفذها وزارة الإسكان.
أكد رئيس الوزراء على الأهمية اللي بتوليها الدولة لسرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الحياة لأهالينا في القرى، وكمان خطة التوسع في إقامة المشروعات الخاصة بتحلية المياه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء قدم امبارح تقرير مفصل لمجلس النواب والشيوخ حول أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 لحد يونيو 2021 تحت عنوان مصر تنطلق. التقرير رصد ما تم تحقيقه في برنامج الحكومة ومعدلات النمو وقوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا، وقال رئيس الوزراء في التقرير: نلتزم باطلاع الشعب ونوابه على عمل الحكومة ونبذل جهود كبيرة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى امبارح الأخبار اللي ترددت حول وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وإلزامهم بالتسجيل مرة تانية على الموقع طبعا، وده للحصول على هذه الجرعة التنشيطية. المركز تواصل مع وزارة الصحة واللي نفت هذا الكلام تماما وقالت إنه مش حقيقي وبيتم إرسال الرسائل بانتظام لمن مر على تطعيمهم بالجرعة التانية 6 شهور من غير ما يحتاج إنهم يسجلوا مرة تانية على الموقع الإلكتروني.